انطلقت فعاليات المنتدى التكنولوجي تحت شعار تمكين مستقبل مستدام للمياه والطاقة بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في ذات المجال، والذي جاء بتنظيم من وزارة النفط والبيئة. ويعتبر هذا المنتدى التكنولوجي فرصة مميزة لتبادل الخبرات لمناقشة التحديات والاطلاع على أفضل التقنيات التكنولوجية الحديثة في مجال المياه والطاقة وتغير المناخ. احتضنت مملكة البحرين المنتدى التكنولوجي على هامش فعاليات المنتدى العالمي الأول للمياه والطاقة وتغير المناخ بمشاركة جموع من الشركات والمتخصصين في ذات المجال، حيث ركز خلال جلساته على جملة من الموضوعات التمكينية بالسياسات للإدارة المستدامة للمياه والطاقة، إلى جانب تبادل الخبرات وخاصة الأفكار الرائدة في مجال تنمية الموارد المائية وضمان حسن استغلالها. المؤتمرات مثل هذه اللي احنا نشوفها كل يوم او ان نحضرها من عام الى اخر من فترة الى اخرى تعكس اولا نظرة الخبراء الى التكنولوجيا وكيف ممكن انها تتطور وتحدث او تحسن من انتاج المياه والطاقة في المستقبل. نراها في البداية في مؤتمرات مثل هذه والخبراء يتكلمون عنها خلال الأعوام القادمة، نراها على أرض الواقع ومن ثم نبحث عن التقدم في التكنولوجيا. واهتمامنا احنا بالمشاركة حتى موجودين كشريك استراتيجي او شريك دولي في المؤتمر هذا لما يمثل موضوع المياه سواء على مستوى اقليمي او حتى دولي يكون مهم جدا. ويعد المنتدى أحد المنصات العلمية والتجمعات المهمة لمناقشة الآليات الكفيلة بالاستثمار في استدامة المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية، حيث شارك به العديد من الشركات المحلية والخليجية والعالمية لتقديم أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة. حقيقة أهداف الرؤية 2030 تمام المملكة العربية السعودية وأكيد الرؤية هذه تستهدف إنه الحفاظ على المياه والاستدامة إن شاء الله بإذن الله بالحفاظ على المياه والطاقة كيعني حاجة مهمة جدا وضرورية بإذن الله. كل أمانة يعني كمية المشاركين وما شاء الله الخبرات اللي موجودة تلاقينا مع عديد من الدول، ابتدينا نكتسب العديد من الخبرات. عندنا ورش راح نقدمها إن شاء الله في الأيام القادمة راح نفيد جميع المشاركين بأهمية إدارة موارد متكاملة، وعندنا البحرين ككيس ستدي بما أن احنا واحدة من الدول اللي حصلت على واحد من أهم التمويلات من خلال صندوق المناخ الأخضر، فحابين ان احنا نستعرض مشاريعنا ومبادراتنا في المملكه. الفائده كانت من هاي الملتقى ان جميع الشركات حول العالم ان يتجمعون ويطرحون عندنا الافكار الجديده والتكنولوجيا المتطوره عشان احنا بعد نستفيد منها ونطبقها في ارض الواقع يعني. ويحرص المنتدى التكنولوجي خلال المناقشات على التركيز على معالجه التحديات لايجاد الحلول المناسبه في مجال المياه والطاقة وتغير المناخ من أجل الاستثمار في استدامة المياه والمحافظة على الموارد الطبيعية للخروج برؤى نيرة تصل بنا نهاية المطاف لمستقبل مستدام. يعتبر هذا المنتدى جزء ديناميكي كونه منصة علمية يلتقي من خلالها كبار المختصين لتبادل المعرفة والأفكار والرؤى للوصول إلى مستقبل أكثر مرونة وإنصاف واستدامة لكوكب الأرض. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.